الحركه ديالنا ها هي. شوفوا ما شاء الله والله تعالى، واه راه طولو الله الله ما شاء الله. السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. الله يحفظكم والله يحفظكم معز عندكم ويحفظ لكم صحتكم ووليداتكم على الدعوات اللي طلبت لكم البارح. اش غنقول لكم؟ البارح الصراحه ما صورتش كلشي، صورت ولكن ما شعل مسحت من فيديو، كنت كنبكي ما قضيتش انا. اش غنقول لكم؟ فسريعت في كل شيء، كنسرع في كل شيء، في الدموع، في الاعصاب، اش غنقول لكم؟ الله يحفظكم لي يا حبابي. اش غنقول لكم؟ واخا عندي واحد الكميه صغيره، حمدت وشكرت سيدي ربي، حيت عندي فلاشين ديالي غير ولاد الحلال، والله العظيم راه غير ولاد الحلال. الله يحفظكم، الله يرزقكم، يرزقكم من حيث لا تحتسبون. جيت ندير لكم البدايه من على برا، قول سعيت في كوزينه. شعل ما دعيتو عندكم الاجر. الدعوه 40 غريب، عند الله مستجابه. المهم دخل البارح، دابا كم 24 ساعه مازال راه في السبيطار هو معاه امو. ان شاء الله يا ربي تفرحهم، يا ربي يبرا، يا ربي تشافي جميع المسلمين. شغن نقول لكم؟ دابا ما نقدروا نديروا لا زياره لا حتى حاجه. صافي هادشي اللي كاين حبابي، احبكم في الله الذي احببتوني فيه. غادي نبدا اليوم، المهم كاين واحد الضيافه اليوم، نشارككم داكشي اللي كنديركم ديما. المهم ما عرفتش الصراحه، بديت معكم الساعه شعال يمكن شي 11 هكاك 11 ونص، ندير معكم نهار كامل فيه الخروج ولا ما فيش. المهم غندير معكم نهار كامل، اي حاجه فيه غادي نشاركها معكم. يلا مرحبا بكم معايا من جديد. شوفوا بعد اختكم هادشي راه تصبر البارح، وغيش كنت جمعتو ورديتهم. هانتوما شفتو الجو اليوم كيصبح، صبح شويه مغيم، وصبنتهم في الماكينه البنات، وانا كاين الحوايج ولا الكسوه. وهانتوما الجو كي داير اليوم، ولكن مازال ما كايناش الشتاء، فيها خير. انا هديكم هاد الورده من قلبي الخالص لكل واحد كيتفرج في فيديو ديالي. هانتوما احبابي ها درت في الدروج، شتو قلت لكم الجو مغيم، وخليت عندي هاد البلاصه هادي كتفرحني والله العظيم في الدخله ديال السطح. بسم الله على بركه الله. بغيت ندير واحد كيكه العملاقه البنات اليوم، غادي نشاركها معكم كيكه عادي. عندي هنا غندير في هاد الطاوه، نديرها كبيره كتلصق، عارفين بلي هادو كيلصقوا. انا عندي ورق الزبده البنات. المهم اللي كينفرشوا في الاخر غادي نجيبوها نطويوها على هذا الشكل، نعبروا هنايا نجيبوها في الوسط ونشوفوا هنا ونقطعوا. وانا غادي نخلي عفوا نخليها على جنب. عندي هذا بغيت ندير فيه هذا كبير. عندي هنا البنات 8 د البيضات، ولكن عندي البيض قد السمان، لقيتو هكا صغير درت هنا 10 د البيضات. المهم كيكه اللي كنديرو ب 4 د البيضات، ولكن عندي البيض الصغير ديما كنقولها لكم، كل 4 زدت ليها وحده باش. المهم عندي هنايا كاس ونص ديال السكر، نتوما ديروا على حسب الذوق ديالكم. عندي هنا جوج اكياس ديال الفاني، عندي هنا 4 د الخمارات. المهم 4 د الخمارات. عندي هنا القشره ديال الحامض اللي كنحكها وكنديرها في المجمد. عندي جوج ياغورت بنكهات الفاني، وعندي جوج كيسان ديال الزيت، وعندي الطحينه البنات. درت الطحين العادي، جبتو هاد المره خرج ليا زوين، الخبز ديالو خرج زوين، قلت غادي نجرب به الكيكه. صافي هادشي اللي كاين، مع شويه ديال الملح وقد قرصه ديال الملح. مرحبا يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحبا.
مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا. انتم كي ولا تبدل لون البنات تربطوا مزيان غير بيدين نتوما تربطوا داكشي اللي بغيتو. عندي هنا 4 د الخمارات ديال 7 غرام والطحين ديما كنقول لكم على حسب الخليط غنوريكم المهم كي غنخليها. البنات صافي هذا هو القوام ديالها ملي كتهزوها هكا كتبقاو المهم كتلقاوها كتبقى هكا من الفوق. صافي هذا هو القوام ديالها ما نزيدوش نقصحوها ما نخليوهاش نفس الوقت خفيفه. انتما البنات خفت تلصق ليا درت هاد شويه الطحين هكا في الجناب دهنت بالزيت الاول ودرت هكا الطحين. صافي غادي نهز دابا الفوق باش نكب. انتما درت كيكه ديالنا طيب غندير معكم الدجاج البنات شعر من وحده كانت معايا في المهم عارفين هاد الطريقه اللي كندير الدجاج بالملحه واللي ما عارفش غادي يعرف اليوم قولوا على بنو بغيتي تعرفينا. هذه الطوا ديال الفران البنات الا عندكم غير دجاجه وحده ديروها في داك المقله ديال وجده اللي كنديروا فيها المسمن. انا في هذاك اللي كندير ملي كندير وحده كندير جوج كندير فيها كيكون صحي البنات داك ليدام اللي كانت المهم ليدام اللي كيكون في الدجاجه ولا الزيت اي حاجه كطيح في الملح كيبقى الدجاج بحال لا مشوي طريقه زوينه راه شعار من الاخوات جربوه ولا عندهم معتمد. البنات هانتوما الكيكه ديالنا كي جات روعه الصراحه زوينه ما شاء الله تنفخات وجات خفيفه ما شاء الله. المهم اش غنقول لكم يلا جبتها راه كنغلي واحد شويه كوفيتير مع الماء غادي نديروا المهم ندهنوا غير من الفوق ونشوفوا واش غندير رقائق اللوز ولا ندير لها الكوك احسن حاجه عندي هو الكوك. يلا نبداو في الدجاج ما ديوش عليا كنقول لكم اللي كيقرب المغرب كنفقد الذاكره دابا راه كيبان ليا فقدها من الصباح. وانا البنات هاد الدجاج قولي فين نخبي هادشي درتو بالليل عندي ما شاء الله هنايا 4 دجاجات درت البنات الشرموله انا كل مره كنخالف درت معي جوج معالق حيت عندي هنا جوج 4 دجاجات جوج معالق ديال الموطاط معلقه كبيره عامره ديال السمن نص ديال الحامضه مصيره واحد شويه الزعتر العطريه درت شويه من حاجه وهنا درت الزيت حيت ما درت لهمش درت واحد حامضه معصره واحده مصيره واحد شويه الهريسه البنات في الزيت حيت ما درتلوش الزيت درت له غير سميتو غير الحامض وداك العطريه وصافي. دابا غادي ندهنوا البنات باش ما يتحرق لينا المهم غير باش يتحمر وصافي. الدجاجه انا جبت المهم 2 كيلو نطلح باش ما نعمر راسي واخا ديروا غير الزيت وصافي بلا ما ديروا الهريسه ماشي مشكل حيت انا ما درتهاش لداخل في الشرموله ديال الدجاج. صافي نديرو مزيان نعرفو شنو كيطيب هذا السمن نديرو جينات عرفو هذا الجهاز اللي كيدو كيبغيو يديرو سميتو منين غادي نخيط نكمل الاول
البناتكم درتو هنايا طلق الماء مع داك الاخر حيدتو، ما ديروش هكاك، المهم يكون طالق هذا الماء، وخليتو هنايا شويه يستقطر. درتهم هنا، هذا درتو في الزلافه اللي كانت فيها الزيت. صافي ربطت ليهم رجيلات هنايا، غنحطهم على هذا الشكل. يمكن ما تخافوش البنات، ما كيهزوا لا الملح لا والو. ندير هذا هنا، خصهم يخلفوا باش يجيو طيبين. نخلفهم شويه، المهم يكونوا مبعدين على بعضياتهم. صافي نديرهم بحال هكا. غادي نغسل يدي باش نرجع معكم نحطوهم في الفران. انتم البنات درتهم في الفران، شعلت له غير من التحت، شتو المهم شعل غير من التحت الفران، وجهدت زعما المهم عطيت هذاك 300، المهم اللي فيه في الفران زدت له، ماشي اللي فيه، المهم 300 اللي درت. الفران ديال البوطه واخا فيه الارقام راكم عارفين، شعل ما زدتيلو كيزيد كثار. تا يبدا نحس بيه بدا كي المهم اللي كيدير هكاك تش هكا، غادي نقص شويه عليه بوطه ونخليه مده ساعه ونص تكون عافيه مهيله في الفران. ولكن عرفتو كي زعما كي ماشي كيطيب، كيدوب طلع العظم ديالو كيطيب. اللي تذكر فقط ما درتش الملح البنات، ملي درت السمن درت الماء مالح، درت الحامض مالح، الموطارد عاود مالح، صافي هادشي اللي كاين. حتى من بعد الا خصو الملح ونزيدوه. صافي غادي نخليوها البنات، انا غادي نكمل معكم داك الكيكه البنات. هادشي اللي عندي، عندي غير هذاك مربى ديال الفريسه غليتها في الماء، المهم حتى ولات هكا، ماشي زعما خليتها دايره بزاف ولا لا، باش عاود ما تغمر الكيكه ديالنا. واخا زعما تبات ولا 3 ايام 4 ايام ما يخسر ليها والو. عاد سخونه درتها، نتوما ممكن ديروا بارده ولا تكون عندكم مربى ديال الحلوى وديروها ملي تخرجوا كيكه، ولا ديروا العسل اللي عندكم ديروه. انتم البنات دنتها كامله بهذاك كوفيتير اللي قلت لكم ديال الفريسه، غندير لها الكوك. ايوا الماء احسن، الفريز مع الفاني والكوك كيجيو طيبه. هي هذيك انا البنات درت واحد ثلاثه د البصلات، درت هذوك العناق ها هما والكناس، المهم قشاف ديال الدجاج خليت غير الكبده مازال ما درتها مع شويه الزيت. انتم البنات كنت لايا كنهضر في التليفون وما صافي، كان داك البصله خصها ندير لها، زدت داك الكبده ودرت واحد شويه د الماء، مازال غنزيد شويه. الا بغيتو يكون اللون ديالو احمر ديروا له التحميره ولا معجون طماطم، المهم ها هو. هانتوما الدجاجات عاد كيشفشفو سمعي سمعي الصوت، شتو ما شاء الله راه داب، ماشي غير طاب وصافي داب. هانتوما يبان ليكم ولا حالتو حاله، صافي بلاتي نحيد، محتاجه شي حد في شي تريتور تعيط عليا. الدجاج بلا لي داب، الله. البنات درت انا واحد الطنجره هكا كبيره، مويه ماشي كبيره، عاد سخونين. انتما تشوفوا بلاصه منين كنحيدهم، شتو ما كيلصقوا وما كتلصق فيهم الملحه، شتو هاد الجلده بقات هنا، معليش ما تبكيوش عليها. نهزو هكا غير بسباتول ولا بشي حاجه تحت منهم. الله اكبر على الحق، كتبقى غير بلاصتهم.
ثم بلا بلاصه ديال الدجاج كتبان لكم هكا، ولكن ماشي تحرقات، غير بلاصه فين تقطر داك ليدام. لاصوص اللي درت له واحد المهم الزيتون، الضميره ديال الدجاج، ودرت عادي ماشي زعما شي ضميره. المهم واخا هكاك بنينه الكيكه ديالنا. ها هي شوفوا ما شاء الله، يدي عامر بالعطريه البنات، والله ترطبه. ندير لها هكا الكاغيط. نتوما البنات درت الدجيجات هنا في هذه المرميطه، نتوما هذاك الطاوه زعما ما تحرقات ما والو، حيدت لها هذاك الملحه وهذا كان فيها. ها نتوما ديروا لها غير هكا بالسباتول، ما كتحرق ما حتى حاجه البنات. كاينين شي وحدين قالوا لي ما نقدروش نديروا الدجاج بحال هكاك. ها نتوما الدجاج ديال الملحه الطاوه خصها غير تغسل. سلام حبابي، هانتوما تا خرجنا والله ما ما وصلتش كاع نصور، صافي شدتنا الوقت، داز الحال وكلشي كملناه بالجرا ما شاء الله. خرجنا يلا خرجنا من الباب وهي تبدا الشتيوه ما شاء الله. ايوا يلا هانتوما معنا اليوم الفطور ماشي في الدار. شوفوا ما شاء الله الجو كي داير من بعد ما خرجنا من الدار، الشتاء حنا على طريق زغنغان. يلا وصلنا جعدار زنا. شوفوا ما شاء الله الطبيعة على برا، رومبوا ديال زغنغان ما بين زغنغان والخميس القديم. شوفوا ما شاء الله هذا الجو كيجي مع الشمس، كيقرب المغرب. صافي بديت كنفقد في الذاكرة. شوفوا الطريق كي ولا، هالأصل ما شاء الله. بالنعمان بالنعمان، شوفوا لي شوفوا لي ما شاء الله. الله 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 الله، المناعة زادت طلعات. بالنعمان بالنعمان ما شاء الله، كنهديكم هاد بالنعمان. يا 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 كنهديكم يعني كنعطيها لكم. واه وليت كنعرف. هاي 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 ما شاء الله ما شاء الله. الله 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 الله، فوقاش غيصبح الحال. تحية البوهم، ما غاديش تبان لكم حيت الطوموبيل راه في البيستا كتحرك، ما غاديش يبان التصوير واضح. الله ولد بلادي راه طولو الفول الفول يباون يباون. شوفوا لي ما شاء الله، شوف النعمان هيه ما كيبانش مزيان. الله 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 ما شاء الله. هي الظل هي الهبطة الهبطة. ها كيودان، احنا تلاقينا مع المغرب نيشان معيش كيودان أخمسة. الله يا ربي الله ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. سكوت أيوم سمع المغرب سكوت. شوفوا لي ما شاء الله، واخا ظلام الحال الغدا إن شاء الله الغدا. بطاطا هذه منورة. شنو هذا أيوم شنو بغا؟ كيبغينا ما غاديش يدخل. توشحنا ماما توشحكم. ها هو عمي منعم.
الحمد لله على سلامتنا. شنو تترجم؟ نطلع الزجوان. ايه بلاتي ايه بلاتي 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 راكو سخونين. لبسوا لي عندكم شي ظلام ظلام ما يبان لكم والو. الله 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 يا ربي. التليفون طاح. الله 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 مزروبين. انتم تشوفوا كل شيء. ها عندك تحرك حشم حشم. الله فاصل ونعود. تشوفوا الروينه في الطبله كل شيء هز في يده. صحه صحه فطوركم. ناظر مالو الناظر. سلام رجعت لكم احبابي. يلا فطرنا. مازال عاد الحوايج مازال ما حيت. كنت كنقرا التعاليق. ربي يفرحكم كما فرحتوني وفرحتوا الام ديال الدري اللي قلت لكم دعيو معاه. وزادوا واحد جوج مساكن. واحدة مسكينه قالت طلبت مني. غتشوفوا البنات في التعاليق. غادي نخلي لكم هنا ولا هنا في المجات. ايوا بركه من الصحافه. واحدة مسكينة قالت لكم عندها عمتها مريضة في السرطان. يا ربي تشافيها وتعافيها. أي واحدة تشوف الفيديو أي واحد عافاكم. مهما كيطلبوا منا الناس كيلقاو في قلبنا الرحمة ما ندخلوش عليهم. أي واحد يقول غير في نفسه ملي يقرا التعليق ولا يشوف الفيديو يقول يا ربي تشافيهم وتعافيهم. تشوفوا الرواج ماشي غير ولادي زادوا الآخرين. جلس جلس خليني نكمل. وحده مسكينه راجلها مريض بالسكر قطعوا له السبع ديال رجلو. يا ربي تشافيه وتعافيه وتشافي جميع المرضى المسلمين. يا ربي يبان لكم العيا في عينيا وهادشي اللي كاين. راني جيت. المهم ان شاء الله تعرفوا مازال انا حط لكم هذا الفيديو ما بغيتش نور عليكم واخا عييت صراحه كما شفتوا. جيت عند خويا ودارنا ماشي غير خويا ولكن السبب اللي جيت هو خويا. مراته راه في السبيطار مسكينه مشات الولد حتى هي دعيو معاها يا ربي تسهل عليها ان شاء الله. والله العظيم يا ربي تسهل عليها. وهادشي جيت نجلس مع خويا نوقف معاه عند الدراري الصغار. هادشي اللي كاين جات في السبت والحد وصافي. هادشي اللي كاين. وحبكم في الله الذي كضحكوا بناتي كيضحكوا عليا. ما بقيتش كنفقد الذاكره قبل المغرب دابا مور المغرب. احبكم في الله الذي احببتوني فيه. شكرا. الى اللقاء عليكم. الى اللقاء.